أخرج بعث النار من ذريتك، نصيب النار من ذريتك بني آدم. يقول يا ربي كم أخرج؟ يقول في كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. فسمعوا هذا الحكم شابت الرؤوس، تتحول الرؤوس كلها بيضاء. فكيف تتقون إن كفرتم يوما نجعل الولدان شيبا. لا إله إلا الله. ولما حدثهم النبي بهذا الحديث تأثر الصحابة ورأى ذلك على وجوههم، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: إن بني آدم كثير، وإن ياجوج وماجوج لا يموت أحدهم إلا ويولد له من ولد من صلب 1000، وكل واحد من أولادهم يولد من صلب 1000. ثم قال لهم: ما أنتم في الأمم قبلكم إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود.